بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نسمع لو سمحتوا. وفقا لنص المادة 42 من لائحة النظام الأساسي، وفقا لنص المادة 42 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، تم دعوة هيئة قضاء الدولة يتولى مستشاريها الإشراف على انعقاد الجمعية العمومية الاجتماعية الأول والثاني يومي 25 و26 والإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة بإعلان مجلس إدارة النادي عن الدورة 2021-2025، ووافق على ذلك مستشار حسين مصطفى فتحي رئيس الهيئة. وحيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 25/11، فقررت اللجنة تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية ليوم الجمعة الموافق 26/11. وفي يوم 26/11 بدأت اللجان أعمالها في تمام 9 صباحا بالتسجيل للحضور من أعضاء الجمعية العمومية، وتم الإدلاء بالأصوات في صناديق شفافة واستخدام الحبر الفوسفوري حتى تمام 7 مساء، ولوجود أعضاء يرغبون في الإدلاء بأصواتهم تم مد التصويت لمدة نصف ساعة، وفي تمام 7:30 مساء تم غلق باب التصويت وتم فرز الأصوات، وتم تطبيق احكام البطلان النسبي بقصر البطلان على المنصب موضع البطلان دون ان يمتد الى باقي الورقه ان كان صحيحا طبقا لنص الماده 42. وبعد اتمام اعمال الفرز انتهت اللجنه على الاتي: اولا، منصب الرئيس الاصوات الصحيحه 22127 صوت، الأصوات الباطلة 454 صوت. حصل خالد سليمان أبو العيد عيد على 2820 صوت، وحصل محمود إبراهيم الخطيب على 19800. منصب نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري حصل على 19472. منصب أمين الصندوق الأصوات الصحيحة 21992 صوت، والباطلة 589. خالد عبد المحسن كامل مرتجي حصل على 14200. خالد محمد علي الدرندلي حصل على 7782 صوت. العضوية مجلس الإدارة فوق سن 35. الأصوات الصحيحة 20667 صوت، والباطلة 1914. أحمد نبيل عبد الحميد حصل على 4656. حسام السيد المتولي غادي حصل على 19000. طارق نكمل، لا يا جماعه اسمع يعني نكمل بس. طارق حسن عبد الحميد حسن قنديل حصل على 18253. محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم حصل على 5960 صوت. محمد زكريا عبيد سراج الدين حصل على 18000. محمد شوقي السيد إسماعيل حصل على 17104. محمد عمر محمد الضماطي
حصل على 19254. محمد محمود عبد العظيم الغزاوي حصل على 18087. منار سعيد محمد التركي 5311 صوت. مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد حصل على 17420 صوت. نكمل بعد الزور. عضوية مجلس الإدارة للشباب تحت سن 35، الأصوات الصحيحة 21410، الباطلة 11171. عبد الله ضياء الدين محمد حصل على 2060 صوت. عمر محمد ربيع ياسين حصل على 9698 صوت. محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر حصل على 15000. أكمل يا جماعة بعد إذنكم، الهدوء علشان أكمل بعد إذنكم. محمد رافض كامل مصطفى الهنداوي حصل على 1679 صوت. مني عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى حصلت على 14000. وبناء عليه، اولا فاز بمنصب نائب الرئيس السيد محمود ابراهيم الخطيب. منصب الرئيس السيد محمود ابراهيم الخطيب. انا قلت حاجه كده؟ ماشي. يبقى اولا اعلان فوز الساده الاتي اسمائهم. منصب الرئيس محمود ابراهيم الخطيب. منصب امين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي. منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن 35. لو سمحتوا يا جماعة، أنا عارف بقول إيه، اصبروا عليا. نائب الرئيس ليه حكم، هعلنه في الآخر عشان ليه حكم تاني بعد إذنك. منصب أمين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي. منصب عضوية مجلس الإدارة فوق سن 35 محمد عمر محمد الضماطي. حسام السيد المتولي غادي. محمد زكريا عبيد سراج الدين. طارق حسن عبد الحميد حسن الدين. محمود عبد العظيم الغزاوي. محمد شاول سيد إسماعيل. مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد. عضوية مجلس الإدارة تحت السن محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر. مي عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى. بالنسبة لمنصب نائب الرئيس، عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، لأنه حصل على أكثر من 25%. شكرا جزيلا. استكمال التوقعات يا أحمد بيه.